كما نعلم جميعا في الحديث القدسي ان الله عز وجل يتنزل في الاخير كل ليله فيقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من صاحب حاجه فاقضيها؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ كل ليله الا يوم عرفه. كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الثلث الاخير الا في يوم عرفه يتنزل الله عز وجل في نهاري عرفه. يعني ان شاء الله عز وجل بدايه من فجر غد الى المغرب عندك فرصه ان الله عز وجل يقبل كل دعائك. فاستعد للان انك غدا انت في وشك عمل الدعاء. بعض الناس بقى يضيع هذا اليوم اللي ينظف البيت واللي يجيب الحاجه بتاعت العيد واللي يجيب الفطار وتعمل وتعمل مش مشكله انك تهتم بشؤون بيتك. لكن لو عندك حاجه خلصها النهارده اعمل كل اللي نفسك فيه، اللي عايز تشتري اللي عايز تعمله اعمله، وبكره ده انت ما عندكش حاجه غير الدعاء فقط. يعني بكره ده حياتك كلها انك تدعي. وتذكر دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قيض الله له ملكا يقول له ولك مثلما دعوت لاخيك. يعني شوف انت حضرتك مثلا لما تقابل حد مثلا بتظن فيه الخير بتقول له ادعي لي يا استاذ فلان، ادعي لي يا حبيب فلان، انت ليه بتقول له ادعي لي؟ انت بتظن ان فلان ده يعني على طاعه وعلى خير يعني ايه يكون طاعه مقبول عند الله عز وجل. فما بالك بالملائكه الذين قال الله عز وجل فيهم: لا يعصون الله ما امره، ما عصوش ربنا مره. فانظر هذه الملائكه تدعو لك امتى؟ لما تدعو لاخيك. فغدا وانت تدعو تذكر كل اخوانك معك. يعني كما كان يقول عبد الله بن عمر كنت اصلي مره عند الكعبه فوجدت رجلا جانبي في سجودي دعا ل260 من اصحابه كلا بحاجته. الراجل سجد جنب الكعبه دعا ل260 واحد كل واحد بحاجته. يا رب اشفي فلان، زوج بنته فلان، وسع على فلان، سيدي دين فلان، وفي الحج لفلان، ونجح ابن فلان، كل واحد وحاجه دعاها. فغدا خلي قلبك طاهر من عيد الناس كلها. يعني بص كل واحد تمنى له كل الخير تتمناه لنفسك. وتذكر كل ما تقول يا رب اكرم فلان ان هناك ملك يقول اللهم اكرم فلان لانه دعا لاخيه. اللهم اشفي ابن فلان يقول هناك ملك اللهم اشفي ابن فلان لانه دعا لاخيه. تخيل ملائكه تقعد كل يوم تدعي لك. فغدا نحن في سباق مع الدعاء. في بقى اللي هيجتهد، في اللي هيدعو، في اللي هيدعو بقلب صادق، في اللي هيدعو بيقين. طيب سيبك بقى نقطه اليقين. يقين يعني ايه؟ يقين يعني انت بتبقى بتدعو وتظن فعلا ان الله عز وجل قادر على اجابه هذا الدعاء. ربنا طبعا مؤمن بالانبياء، منهم لكن مش مؤمن كده واحد بصراحه. يعني وانت ماشي في الطريق كده مثلا وبتكلم حد في موضوع وبعدين بتقول ايه؟ ربنا يسهل بقى. انت بتقول اخر ولا كلمه. لكن اليقين يعني ايه؟ يعني انت تقول ربنا يسهل وانت فعلا معتقد ربنا عز وجل قادر. انت عندك مثلا ابن المريض مثلا نسال الله عز وجل ان يعافي مرضى المسلمين. وتعبان معاه بقى لك سنتين وكده. فبتدعي ايدك كده يا رب يشفيه. لكن هل انت تقول يا رب يشفيه انت عندك اعتقاد كده ان انا ممكن انا اصحى هيبقى كويس؟ وصل بيك اليقين هذه المره؟ لا طبعا ما وصلش. انا مديون في البيوت 400,000 وبزيد فيهم بقالي كام سنه وبعمل جمعيات ومش عارف ايه وبقول يا ربنا يا رب سدد عليا. بس عندك يقين ان ممكن تصحى الصبح تلاقي فجاه كده ربنا بعتك رزقك 400,000 سنين ديونك؟ عندك اليقين ده؟ بصراحه اسال نفسك. ولا هو مجرد كلام يا رب وفقني يا رب نجحني ايه ايه كلام كده؟ فعلى قدر يقينك في الله عز وجل تكون الاجابه. يعني كما كان يقول عبد الله بن مسعود: كان الرجل منا من يقينه في الله اذا دعا الله عز وجل ان يقيم الجبل لاقام. يعني كان عنده يقين في ربنا ان هو لو رفع ايده وقال له يا رب شيل الجبل ده من هنا حطه هنا، عنده يقين ان الجبل ده هيتشال. وقف ربه عز وجل. يا اخي ان لم يكن الله عز وجل الذي يجيب مين هيجيب؟ ومن اعظم الله عز وجل قادر في ان يقضي لك حاجتك. تقول لي طب ازاي ده انت عارف كذا وكذا وكذا؟ اقول لك ارجع كده شويه تذكر كل المشاكل اللي عديت بيها. يعني انت مش جايب دي اول مشكله جالك في حياتك؟ مش جالك قبلها 20 مشكله؟ مين اللي عداك دي؟ وحتى ربنا سبحانه وتعالى. طيب اللي عداك كل المشاكل اللي فاتت دي هتصعب عليه يا اخي قادر سبحانه وتعالى انك عديت دي. فاذا غدا وانت تدعو ادعو بيقين، خليك واثق ربنا عز وجل ان هي هتعدي. هتعدي ازاي؟ ما اعرفش. انا شخصيا ما اعرفش.
انما يقين ان عز وجل هيتعدى. وهذا ما تعلمه مثلا دروس بقى. وليه ربنا عز وجل جعل ثلث القران من القصص؟ ايه الفكره؟ حواليه مش حواليه ليه؟ انما بيديك منها دروس. لما تقرا مثلا قصه سيدنا موسى وفرعون، خلاص ربنا عز وجل امر فرعون وبني اسرائيل الذين اسلموا معه ان هم يفروا ناحيه البحر. بيفروا وفرعون بجيش وراه، هم بيجوا على النوم وفرعون بالالات الحربيه وراه، يعني مفيش مسافه قليله هيلحقهم وهو معاه اسلحه ومعاه اللي هيموتهم. فهو ربنا عز وجل امر فرعون وبني اسرائيل ان تروحوا ناحيه البحر. طب ولما نروح ناحيه البحر يا رب هيحصل ايه؟ مالكوش دعوه. انت كوره بتسمع الكلام. ربنا قال لك تعمل كذا هيحصل ايه؟ مش قصتي. جاوا للبحر فجاه لقوا البحر ده رهيب وشاب فعلا. فكمل بني اسرائيل مع سيدنا موسى وفرعون جاي وراه. برضه سيدنا موسى وبني اسرائيل بيبصوا، ما هو فرعون هيكمل وراه وينزل. طيب ربنا عز وجل امر موسى بايه؟ قال له انزل في البحر وكمل. انت شايف بقى طريق كمل وما لكش دعوه. طب ما هيخش ورايا مش قصتي. انت دورك اسمع كلام. ربنا عز وجل قال لك تفعل كذا تفعل. عدى سيدنا موسى الارض رجعت تاني البحر ما عادش يعيش في الاردن عندي وصلوا في قبل. بالمنطق ساعتها هل في انسان كان ممكن يتخيل ان القصه دي تحصل؟ مستحيل. ولكن يقينك في الله عز وجل انه قادر يغير كل اسباب الدنيا ويحلها لك. ازاي ما تعرفش؟ فادعو بيقين، خلي عندك فعلا يقين الله عز وجل سيجيبوك، الله عز وجل سيوفقك، الله عز وجل سيغير حالي، سيقضي ديني، سيشفي ابني، سيهدي ولدي، سيزوج ابنتي. يقين في الله عز وجل. ازاي بقى؟ مش ازاي هتحصل، ازاي ده الواقع، ده المنطق، ده كذا ده كذا. انت عليك تعمل اللي ربنا امرك به. النتيجه ايه؟ من الله عز وجل. وعلى قدر اليقين تكون الإجابة.